نرحب بقناة الموصلية في معملنا، معمل محمد الحاج عدنان الشيخ علي، لصناعة كافة أنواع الحلويات، سجقات، حلقوم، من السماء، مسقول، كافة أنواع الحلويات. نرحب بالأستاذ جاسم وقناة الموصلية. شكرا جزيلا. شو صار لكم انتم بهالمهنة يعني؟ صار لنا ما يقارب 25 سنة في صناعة الحلويات، توارثناها من عن آبائنا. زين بدايتكم وين كانت؟ بداية ما اشتغلناها، نعم كلتنا كنا يعني مرجعنا على القديمة، المدينة القديمة كانت أصل الموصل، وكلها تخرجت من غادي، يعني الصناعات كلها طلعت من غادي من هذيش المنطقة. وبعدين شوي شوي طورناها للشغلة، كانت شغلة بدائية بغرفة واحدة مثلا، كانت بالبيوت، كنا نشتغلها بالبيوت مع أهلنا. بعدين شوي شوي تطورت إلى ما صارت معامل وشغلة إنتاجية، جت مكائن وتطورت. كانت قبل حتى ماكينة ماكو، يعني بالإيد نشتغل سجقات بالإيد، نقعد تطول ساعتين وثلاث، كانت متعبة حيل. هسه شوية أحسن، أنه ماكينة هي تسويها للخلطة، المكان شوية توسعت، كانت مكان مخنوقة يعني تشتغل بيت ما مثل ما تشتغل بمعمل. وهسه إذا تريدون نشرح شلون يعني كيف. لا قبل ما نشرح يعني المواد الأولية اللي كنتوا قبل شلون كنتوا تستخدموها، يعني استيراد من الخارج لو عراقية كانت، والآن شلون يعني؟ هو المواد كلها عراقية، يعني كله الشكر اللي حد الآن عراقي. نعم كله، بس عندنا الجوز يستوردوه، لأن ما عندنا الجوز احنا بالعراق، وهم ما نستورد يعني من سليمانية يجينا الجوز، يجينا من مناطق زاكو هم يجينا، بس ما يلحقون، لأن المدينة إنتاجية بصناعة الحلويات، ما يكفينا الجوز المحلي، ما يكفينا نستورد من الدول الخارج، يعني من إيران، من طاجكستان، يجينا كثير مواد ما يكفينا احنا. ابو ضياء، بالنسبه يعني معملكم انتم اكو اكيد هناك معامل اخرى. نعم. اكيد هناك باع متجولين. نعم. اكو ناس لربما يقلدون المنتوج. مضبوط. عانيتوا من هذا الموضوع؟ حيل نعاني منه، بس هو اشنو يعني فترته ما طويله، هو ينزل على السوق الانتاج الما مضبوط، بس هو المشتري من يجي اكو ناس ذواقه، يعني يجرب مره مرتين انت انتهيت بعد هذه، يعني يظل الاصل يجي يقول لك اشتغل لي مثله، يعني اقول له يعني احنا ما نقدر نشتغل شيء ادنى، يعني هذا يوم يومين ثلاثه يروح يندثر، بس الاصل راح يبقى، يعني احنا نبقى ظل شغلنا مضبوط، وظل اكو ناس ذواقه تجي عليه، يعني يعبر عليك من مكانات بعيده على مود ياخذ من عندك الحاجه، يعرف هذا اختصاصه. زين الاستيراد اثر عليكم؟ الاستيراد من دول الشرق؟ نعم نعم ياثر، حيل ياثر، لان هو يستورد البضاعه ما عليها ضريبه، ما عليها كل شيء، يجي يبيعها ينافسني، انا عندي عمال، عندنا ايجارات، يعني كثير مراحلها متعبه الحلويات. انت اليوم من هو يستوردها ويجيبها علي بلا قمرق، هو يعني حتى العمله صعبه ما انها تطلع برا. هو السجق بالتحديد اكو استيراد السجق؟ سجقات مالتنا ما اكو منها بالعالم كله، يعني ما حد يشتغلها، حتى التركي. نعم. ما يشتغلون يعني اكو تركي بالاسواق؟ اكو تركي بالاسواق، بس ما مرغوب مثل العراقي. العراقي يكون دائما جديد بجديد، يعني دائما انتاجنا جديد، يجي التركي يبقى كثير هنا وما طيب. يعني احنا بيش اختلفنا عن التركي؟ التركي هسه على الانتاج مالنا يصير به نكهه، السجق من تاكله به نكهه، يعني اذا ملاحظين تاكل السجق التركي بس حلا وجوز، هنا به نكهه، يعني شلون تقول محروق، به شويه نكهه حلوه حيل طيبه، يعني يختلف كثير، فسوقه ما مثل سوق التركي. عندكم وكلاء معتمدين بالمحافظات، تصدرون انتاجكم للمحافظات الاخرى؟ عندنا محافظات، بس نعاني من مشكله النقل، يعني نعاني من السيطرات، يعني احنا عندنا انتاجنا يصل للبصره، بس يخبرونا ربعنا كربلاء، بصره، فلوجه، بغداد، يعني يقول شلون يصلنا؟ عندنا مشكله بالسيطرات، سيطره يعني خاصه السيطره مع الشرقاط. هي بضاعه محليه، ليش بضاعه محليه واكسباير عليها، يعني بيها تاريخ، يعني حتى لو مثلا سيطره نوعيه يراقب البضاعه ولا يمنعني اطلع، لا يخلي يمنع بضاعتي تروح، لان الموصل يعني مدينه انتاجيه، انت اذا حصرتها هيك راح تندثر هاي الصنعه، تندثر ما كيف، يعني الموصل ما راح تسحق كل هالشغل هذا، يعني هسه الموصل ما يقارب بها فوق ال 100 معمل، 100 معمل اذا معملين اشتغلوا للموصل يسدوهم. زين شلون تصرف بضاعتك بالهاله؟ بضاعتي جاي نصرفها بالداخل، يعني هو السوق شويه تعبان، ايش قد نظل بالداخل يتعب بعد، راح تندثر، انا اعوف، الاخر راح يعوف يدور غير شغله، مو؟
لان ما راح يصير عنده تصريف، مصاريفه اكثر من ربحه. زين انت كانسان يعني اذا تنتج للبلد، يعني انا فاجاتني انه الدوله ما تخلي يعني انتاجك يصل، يعني هذا احنا مستغربين. يعني هذا مو كان الدعم الحكومي لكم؟ المفروض هيك، يعني المفروض يعني انت هسه الموصل احنا عندنا قرى ونواحي، يعني عندنا من الموصل الى شرقاط هاي يعني تقريبا 2000 قريه، ومن وراها هاي القرى كلها تسحب، المدينه تسحب. عندنا احنا كربلاء والنجف ما شاء الله زوار، يعني انا ذاك اليوم زياره عند جماعتي بالنجف وكربلاء، يقول يعني ما تصلنا شلون يعني الطريقه اللي توصلوها لنا. نعاني من هاي الشغله، يعني حتى مرات ندز باوباما سيارات النفرات ندز كرتونين ثلاثه مع الموز، وش يسوي هذني؟ هذني اذا سويت حفله يروح يخلصا. اي فنعاني الناشد، يعني قاد عمليه تكريت، قاد عمليه سامره، سرايا السلام، الحج الشعبي، ناشدهم يعني يشوفوا لنا حل لهاي حلويات محليه، يعني ما عندنا انتاج رقابه نوعيه خلي يسوون عليها، تاريخ انتاج يريدون عليها موجود، بس يفتحوا لنا الطريق انه نودي نصدر للمحافظات. زين الموسم الاكثر رواجا لهذه البضاعه يعني تمشي اكثر من غيرها؟ الشتاء. الشتاء اكثر؟ الشتاء اكثر شيء تمشي الحلويات، لان هي يعني حلوه حيل، يعني بيها حلا دائما، هي حلويات حلوه فتحمي الجسم، فشوف من ياكل ما يتاثر. فبالصيف انت من تنطي حلويات يقول لك لا انطيني قلاص شربت. يعني يكون عليه شويه سحب اقل، ما مثل الشتاء. الشتاء موسم يعني اكو انتاج بمحافظات الاخرى ينافسوكم بالانتاج؟ ما حد ينافس الموصل، ما حد ينافس، يطلعون يشتغلون، بس يقول لك ما مثل الموصل. انت تشتغل ابد ما ينافس الموصل، اي محافظه بالعراق ابد ما تنافس الموصل بالحلويات. اسعارنا جدا مناسبه، جدا مناسبه يعني للطبقه الفقيره، الطبقه الزنقيله، عندنا اسعار يعني مناسبه لكل الطبقات. زين اصحاب الامراض المزمنه عندكم انتم دا تراعوهم؟ مثلا احنا تعرف مرض السكري نعم بالعراق ما شاء الله منتشر، يعني دا تراعون اصحاب الامراض؟ اكو يعني حلويات، يعني مثلا السجق احنا نتحكم بالحلا ماله، اكو حلويات ما نتحكم بالحلا، يعني هسه عندنا الحلاوه مشهوره الموصل بالحلاوه، الحلاوه هاي مقادير يعني ما نقدر نتحكم بيها، يظل الحلا مالها راح تلحقهم. بس اكو غير الصناعات، يعني السجقات غير شغلات، البقلاوه ما بقلاوه، تتحكم بالحلا مالها انت بكيفك يعني، بس اكو شغلات هي اصلا مضره لابو السكري ما يقدر ياكلها. يعني احيانا المواطن من يتبضع مثلا من يعني الباعة المتجولين على سبيل المثال، نعم يعني شوف السجق بنوع من الحموضه، شنو السبب برايك؟ حمض الشغل ماله ما مضبوط، هذا السجق ما يطول، يعني هذا ليش احنا انتاجه يوم بيوم، يطول 3 ايام او 4 ايام هذا بالصيف، ان كان بالشتاء 7 ايام 8 ايام ما عليه شيء ما يتاثر، لان الماده المخلوطه شكر وطحين، الطحين قابل ينشف بساعه، يصير يعني بساعه بس. والحموضه المشتغل كنا نشتغلها ما مضبوط، هذا من يضرب الاول قاط، احنا ساعدنا تسخين، انت شفت المراحل 6-7 مراحل، هذا يكون القاط ينشف زين حتى ترجع تلبسه قاط اللاق حتى الجو ما يظل بيه عجين ما يحمر. بس ابو ضياء يريد تعرف الساده المشاهدين على مراحل انتاج نعم. السجق حتى يعرفون يعني كيف انه الموصليين مبدعين بانتاج نعم. السجق نعم نعم.
المرحلة الأولى نخلي الطحين والشكر والماكينة والخلطة، نعمل الخلطة قبل ما تستوي الطبخة، ننزلها على السوتي القاسمة ونجيب الجوز، هذا الجوز هاي المرحلة الأولى، هذا الجوز يجي من الشكاكات، نحن نقعد نفرزه واحد يفرزه مرحلة الفرز، بعد مرحلة الفرز نطمسه خط أول، هاي المرحلة الأولى على هذا الشكل. بعدين ندخل تحت التسخين، يكمل التسخين نرجع نضبه مرحلة ثانية وعلى هذا المراحل لما يصل مرحلة السوق. الخلطة ليش تتكون؟ الخلطة تتكون من الطحين والشكر. هي مكونات أخرى مطيبات؟ مطيبات كراميل، هذا حسب التطعيم يعني نخليه. الفترة الزمنية اللي هذا من نكمل الغرفة ندخل تحت التسخين لما يصل الفترة يعني يكمل جو التسخين ونرجع نضبه قاطل له. مرحلة هاي يسموها مرحلة تطميس، طمس. صار تقريبا 19 الناس على السجق. لا اقبال يعني بشكل كبير مريح عادي. نعم اقبال. ليش تميز السجق الموصل يعني السجق؟ طبعا السجق الموصل يتميز عن باقي المحافظات من ناحيه الطعم، من ناحيه النكهه. نعم يعني هسه احنا هذا الدور خلص. نعم انت تحول إلى الغرفة الثانية، دور ثاني باقي يعني مراحل، هذا قاعد طول وتجي غادي مرحلة ثانية وثالثة ورابعة إلى ما يصل مرحلة السوق. طلع النار وقت ساعة، ساعة إلا ربع، من بعدها تكمل الوجبة تصير بهاي الطريقة. ننزلها وندخل بها الغرف حسب الشغل اللي موجود. هسا شغل الفيد اللي هو قاط رابع ندخله قاط رابع قاط خامس قاط سادس لحد ما يصل مرحلة السوق بهالطريقة هاي اللي تتكون عدة مراحل. مرحلة أولى، مرحلة ثانية، بداية من الجوز اللي هي يم زميلي كانت، هساتا مرحلة الخامسة هاي اللي هي يمي. لا هاي ما قبل الأخيرة يعني بعد له قاطين أو مرحلتين تدخل تصل مرحلة السوق اللي تكون جاهزة. زين بالنسبة للسجق أكو أنواع السجق مثل الطعام غير الطعام؟ طبعا أكو اللي يشتغلوا بالعنب واللي معروف عليه بالموصل اللي هو هذا السجق اللي معروف عليه بالموصل، يعني الأغلبية يريدون هذا الشغل، قليل ما يطلب العنب. أكو بعض السجقات يشتغلوها بأطعام بس يختلف عن هذا الشغل. يعني طلب العنب قليل؟ طبعا لأن ما مروا بكثير بالسوق. زين أنتم تصدرون نتاجاتكم مثلا على الشمال، بغداد، الجنوب؟ هاي تبقى حسب الزبائن او المشترين اللي يجون، فاذا غير يعني نوزع له او نصدر له ماكو اي مشكله عندنا، يصل ويصل من غير يصل بغداد، محافظات شماليه كلها تصل. زين في اكسباير يعني مثلا طريق من الجنوب للشمال، الطريق مثلا يعني ما يقوم يحمض السجق؟ هو السجق من يدخل المرحلة الأخيرة التسخين
يسخن كامل بصوره صحيحه ما عليه شيء. فاذا يظل يومين ثلاثه ماكو اي اشكال. يعني اذا كان على سفر طريق ساعتين ثلاث ساعات ماكو اي اشكال عليه. بس من يصل لازم المشتري طلعه قبل يعلقه بهالطريقه هاي ما عليك شيء. يظل عادينا فتره يوم اسبوع 10 ايام ماكو اي اشكال. المحلات تطلب السجقات؟ طبعا اكو موزع خاص لنا يعني يودي لاكثر من منطقه، سومر، زهور، حجباء. هو بصوره عامه الشغل دائما موسمي، يعني اللي هي الحلويات شتويه، ففي الصيف يعني اكو انتاج واكو شغل بس اقل، يكون الطلب له اقل عكس الشتاء، لان المعروف الحلويات مرغوبه شتويا، بالصيف ما حد معي. يعني الطلب الشتاء اكثر من الصيف؟ طبعا. بس دائما مرحله، هاي المرحله الخامسه، باقي له مرحلتين يصل مرحله السوق. يعني سبع مراحل بالضبط، ابتداء من الجواز مرحلة أولى وثانية وثالثة لحد ما يصل المرحلة السوق اللي هي تطلع خارج اللي معروفة من العالم. في الأسباب مرات مثلا لكن هالسجق يكون محمض. محمض أكو عدة أسباب، أولا أكو جواز يجي بينه طعم مغارب، فاكو عالم تستقبل هذا الجوز على رخص فتشتغلون على رخص، ما مهم العالم، خلك انا اطلع انتاج. اكو مراحل بالتسخين ما مسخن مضبوط، اللي يسخنه ويرجع قبل ما يكمل التسخين يطفيه، يرجع يضربه قاط ثاني قاط ثالث، هو يعوزه بعد التسخين فداخله يكون معجن فيطلع بيه طعم حموضه. هسه التسخين يستغرق عندنا تقريبا ساعة 45 دقيقة. زين الاكسباير ايش يطول؟ شهر اقل؟ الشغلة ما بيها اكسباير، شغلة يومية. يعني يبقى على طاولته وعلى طبعا شغلة يومية. يعني هسه الشغل اللي نطلعه يصل يوم يومين يخلص، يجي شغل جديد بمكانه. فهاي الشغلة دائما متداولة، يعني متداورة ما تقف. المستهلك ما عليه أي ضرر، بس البايع ايش تبقى يمه؟ تبقى يمه إنه تنشف الشغلة، يعني السجق يطلع منه الإطار جديد. فإذا طول عنده أزيد من أسبوع أو لحد الأسبوع ينشف الشغل عنده. فالعالم ما تستقبله. قال لك هذا شغل قديم، أنا أبي شغل جديد. فحسب الزبون اللي يطلب شغله، اكل يطلب اربع شدات، اكل يطلب شدي، اكل يطلب عشغه، حسب موقع شغله. اللي هي شغله ما عليه اي شيء. بالنسبه لرمضان لا تطلب عليه؟ رمضان طبعا اكو طلب، بس المعروف اول 10 ايام 15 يوم رمضان ماكو شغل او ماكو طلب قليل، لان العالم تعرف فتره الصيام تعباني فما يدورون الحلويات قليل، يتوجهون الزلابيا، عوامه، شربتات، عصاير، ازي الشيء هاي. فاخر 10 ايام العالم تتحرك على الحلويات فتقوم تاخذ شغلات للعيد، فيصير سحب، يصير حركه بالموصل بالمحافظات، فيجون حتى من بعض المحافظات يسحبون كميات. زين عجب ما حد يعمل اللي عنده المرض المزمن مثلا السكري، عجب يعني مثلا خطه خاصه بالسكري. السكري ما عليه شيء، السكري لان هذا شكره قليل،
يعني ما حلو، فماكو اشكال اذا ابو السكري كان ولا غيره غيره ياكلها ما عليه اي شيء. السجقات ما بيها شيء، يعني شكرها قليل، يعني نكهه الشكر قليل، طعمه قليل، فيعني من ياكلها طعمه بسيط شكر، ما بي حلا زايد. اكو بعض السجقات يخلون حلا كثير، فابو السكري ما يطيق ياكلها. على راسي على راسي. عندنا اول مرحله بالجوز هذا الشك، هذا بعد اكو مرحله قبله، احنا ندز ببيوت عوائل نساء يعني تشتغل به، الجوز ينقعوه بماي يتنقع شويه يصير لين، وبابره وخيط جوزه يضربها على قولة اهل الموصل طعنه، يضربها طعنه الجوزه حتى لا تنزل، يعني لا تفلت الجوزه. فيجينا هيك هذيك اول مرحله شك الجوز، نسميه شك الجوز. تجينا اول مرحله. هسه نباشر مرحله اللخ. يجينا جوز نرجع نطمس قاط اول نسميه تلبيس. هذا يسموه تلبيس الجوز. قاط خفيف كلش. هذا السبب منه، الغايه من هذا التلبيس انه الجوز بعد ما يملص ما يتكسر، لان يمر بكثير مراحل على مود لا يتفلش. بعد تجينا مرحلة الثانية، عندنا هنا نطمس قاط اول يسموه. هذا الجوز يطمس قاط اول، نسوي خلطة، نرجع نطمس قاط اول، يدخل تسخين يتنشف، نرجع نلمه ونرجع على المرحلة الثالثة. شفنا المرحلة الثانية بعد التسخين، نجي نسوي خلطة أخرى ونطمس قاط ثالث، هذا القاط الثالث بعده ما نسخن، نسخنه على مود يعني حتى لا يحمض، لا يتأثر بالجو، ويبقى عندنا هذا بعد التسخين نضربه قاط رابع. هاي عندنا الخلطة مع السجقات. هاي الخلطة تتكون شكر وطحين وماء وشوية حمض على مود يعني لا تشكر الخلطة مع السجقات. تطول تقريبا من ساعة إلى ساعة ونص، يعني إذا حسب النار مالك، يعني أنت قد نارك قوية قد أقل، بس احنا نخليه على راحتها، الانتاج يطلع اضبط. نرجع يعني هاي تكمل بعدين شويه نحرقها يطلع بيها طعم النكهه مع السجق. شويه تنحرق يطلع بيها نكهه مع السجق. اللون يبقى هو، يعني دائما هي من تنحرق يغلب لونها على سمار، تشوفون السجق اسمر يطلع ما يطلع ابيض. حتى يصير بيه نكهه، يعني يصير طيب بطعم. يعني هو الطحين اذا ما بيه شعوات شويه يطلع طحين عجين. نعم. فكل مرحلة من المراحل احنا نسوي خلطة، كل مرحلة الخلطة كلها تتقسم على المراحل، يعني عندنا وجبات نسميها دوار، احنا قاط اول قاط ثاني قاط ثالث قاط رابع، فهاي الوجبة تمر على كل المراحل، دائما تصعد مرحلة عندك. فعندنا هاي المرحلة الرابعة، هذا كامل الرابع، المرحلة الرابعة احنا مكملين مرحلة رابعة. هذا بعد التنشيف يعني بننشفه كامل، وهسه عندنا خلطة الولاد عيشتغلوها هسه عيطمسون. المرحلة الخامسة، هاي المرحلة الخامسة، هاي هم بعد تسخين نسوي لها وجبة خلطة أخرى، المرحلة السادسة. وتبقى تعتمد يعني على الخلطة، هي مرات الخلطة تطلع عندك سخينة مرات تطلع عندك خفيفة، تعتمد على الخلطة. بعد القاط الخامس أو السادس انت تشوف السجقات انه هاي صارت سوق، تنزل على السوق تشوفها يعني كامله، مرات يقول عوزها قاط الاخ يعني شوي تصير اسخن امتن، مرات لا نطلع سوق يعني كامل الشغل كامل يطلع انتاج. وهسه انتاج ما اعرف عندنا ما عندنا طالع، بعد ما طالع عندنا انتاج كان يعني لان تسخين بعد هسه جو التسخين، هسه راح نشوفكم هو التسخين. عندنا هاي المشاعل ندخلها هاي فصائل مفصليه على قد الغرفه، ندخلها داخل الغرفه جوا السجقات ونشغل نار جواهم، احد العمال يراقب النار على مود لا تحترق السجقات فتره يعني نص ساعه، اقل من نص ساعه اكثر من نص ساعه يكمل، يعني يجي يشوف السجقات يبست نشفت زين، يقوم يسحب التنشيف من جوا، نرجع نبرد نشغل عليهم بانكات
نبرد الشغل يرجع يتلوث بالنشا، يطلع انتاج كامل مكمل الى السوق. السجقات ما عندنا تغليف بالسجقات لانه هي شغله عرض للعين، يعني اذا ملاحظيها بالموصل السجقات هي شده 3 كيلوات دائما يعني قدام العين تصير يعلقوها بالمحلات. او البائع هو عنده باكيت يقص كيلو نص كيلو كيلوين يعبي بكراتين ويبيع حسب الطلب، اللي هي ما بيها تغليف من نغلفها يعني ما تمشي ما حد يعرف، بس هنا هي على العين يعني العين تاكلها. هاي المرحلة الأخيرة للسجقات، هاي بعد التسخين، هذا القاط السادس أو السابع، ودائما مرات سادس مرات سابع حسب ما تكمل هي السجقات. هنا ايش نسوي؟ نقعد نسوي شدات، إذا يشوف المواطن دائما أنه هي تصير شدة ما تصير باكيت، هذا ندخلها. نسوي نحاول تصير الشده 7 خيوط 8 احنا نسميها، تطلع وزنها 3 كيلوات 3 وربع. الان نطمس السجقات، عندنا هنا قزان ماي ندخله بالماي، هذا على مود يتلبس بالنشا، هذا اذا ندخله بلا ماي ما راح يشيل نشا كل شيء فما يبين ابيض. الآن نلوثه بالنشا، هذا هاي المرحلة الأخيرة، هذا نرجع نوزن نسلمه الشدة 3 3.5، هذا كامل ما يحتاج نوزنه يعني هو بعد المشتري يعرف. فنفس الحالة الشدات تصير يصفطها أبو المحل وهاي تتسلم للمحلات، ابو المحل هو يتحكم يعني نص كيلو كيلو هو يقص بالمقص، يقص به من المقص ويتحكم شلون يريد ايش قد يريد المشتري، نص كيلو كيلو اكثر يعلبها بعلبه باكيت ويسلم اياها. هاي المرحله الاخيره للسجقات، تصل للمستهلك كامله مطمنه. الآن قبل ما نختم لقائنا مع قناة الموصلية ومع أستاذ جاسم، أريد بس أوجه رسالة للحكومة العراقية، بس نريد دعم للحلويات بالموصل، لأن إنتاج الموصل بالحلويات تشتهر بالحلويات والضاهي الإنتاج الغربي. يعني إحنا ليش نروح نتسوق من الغرب وإحنا البضاعة مالنا ننتج أحسن منها وإنتاج محلي والصحة والرقابة عليها أحسن ما نجيبه من الخارج. فنطلب من الحكومة ومن الجهات المختصة بهذا الموضوع أنه تدعمنا دعم، يعني تدعم الإنتاج تخليه يطلع للمحافظات يصل، يسهلون الأمور المنافذ أنه نطلع على الشمال نصدر بغداد جنوب، حتى لا تندثر هاي الصناعة الحلوة الجميلة بالموصل، لأن إيش قد تنحصر بالموصل راح تموت الصنعة راح تموت الشغلة. فنحاول نوصلها، عندنا كثير معامل، عندنا كثير موزعين بغداد وجنوب يعانون يقولون نريد يصلنا هذا الشيء وما يصل، ماكو منفذ انه يصلنا بها. وهذا المعمل معمل محمد الحاج عدنان وبادارتي انا علي الباز ابو ضياء، ونشكر قناه الموصلية السباقه والزواقه. رمضان كريم.